ما حكم تعليق التمائم ووضعها على الصدر أو تحت الوسادة، مع العلم أن هذه التمائم فيها آيات من القرآن الكريم؟ التمائم إن كانت من التمائم الشركية، وهي التي فيها استعاذة بغير الله من الجن والشياطين، أو دعاء لغير الله، أو فيها حروف مقطعة أو لغة مجهولة لا تقرأ، فهذه تمائم محرمة، وهي تمائم شركية، لأن فيها دعاء لغير الله واستغاثة لغير الله، فهي تمائم محرمة شركية. أما إذا كانت هذه التمائم والمعلقات والتي توضع تحت الوسائد من القرآن الكريم والأدعية الشرعية، هذه محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أجازها لأنها من القرآن وليس فيها شيء محذور، ومن العلماء من منعها، وهذا أصح من الأول. المنع أصح لعدة أمور. أولا، أنه لم يرد دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليق هذا النوع وإن كان من القرآن أو من الأدعية. وثانيا، أن هذا وسيلة لامتهان القرآن وتعليقه على من لا يصونه ويهتم به من الصبيان وغيرهم. وثالثا، أنه وسيلة إلى النوع الأول المحرم بالاتفاق، وهو تعليق ما لا يجوز. فإذا فتح الباب تساهل الناس في ذلك ودخل في هذه التمائم ما لا يجوز. فالقول الصحيح منع هذه التمائم مطلقة. وأما القراءة على المريض ورقيته بالقرآن والأدعية الشرعية، فهذا أمر مشروع، لأن يقرأ على المريض من كتاب الله وينفث عليه، ويقرأ التعويذات الواردة والدعوات الصالحة له بالشفاء والعافية، هذا أمر مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.